بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبيل انتهاء دوام اليوم تقدم الأخوين النائبين محمد المطير ومحمد هايف باستجواب موجه لمعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأخ أنس الصالح، وقد اتبعت الإجراءات اللائحية وتم إبلاغ الوزير المعني وأشرت على الاستجواب بأنه سيدرج في أول جلسة قادمة. طبعا تعلمون يعني أنتم من كثر الاستجوابات اللي مرت عليكم بأن الجلسة القادمة من حق الوزير أن يؤجل لمدة الأسبوعين، لأن هذا الاستجواب تقدم الفترة ما بين تقديمه وأول جلسة أقل من أسبوعين. هذا أمر متروك يعني للوزير، فهذا أول استجواب قدم لي اليوم. أتوقع أن في بعض الاستجوابات ستقدم الأسبوع القادم حسب ما أعلن مقدميها، وكما ذكرت لكم من الأمس الأوضاع الأمور طيبة والحياة ماشية إن شاء الله. حفظتوها وطلع صح، هذا الأغاد اللي بعض قلت لكم نفس الشيء ومشى. بالتأكيد هذا دائما يكون متزامن، تقديم الاستجوابات يكون متزامن مع أطراف ما لها علاقة يمكن حتى يعني في النواب، بأن ذلك ينبئ بقرب حل المجلس وما إلى ذلك، وأنا أؤكد أن هذا الكلام عار عن الصحة وغير صحيح، لكن فقط نشوف لنا طريقة شلون تقدر تناقش استجواب في رمضان وانت صايم، هذه اللي يبي لها حل لنا ولكم.